السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة العراقية الرياضية أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنت الحكم لاستعراض أهم الحالات التحكيمية من الدوري العراقي الممتاز. وصلنا اليوم إلى مباريات الجولة السابعة والتي جرت مبارياتها في بغداد والمحافظات. ستكون لدينا 6 مباريات في حلقة اليوم والتي تم نقلها من خلال شاشة القناة العراقية الرياضية. أرحب بضيفي في الاستوديو الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي من قناة العراقي الرياضية الكابتن عادل قصاب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة للتقي مرة أخرى. كما أرحب بضيفي في الاستوديو الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي من قناة العراقية الرياضية الكابتن علي زيدان. أهلا وسهلا بكم سيف. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. لو أنا هم أبو سيف كان مشيت الأمور. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، أبرز الحالات التحكيمية تأتيكم بعد فاصل قصير. الحكام داخل المستطيل الأخضر وأبرز الحالات والأخطاء التحكيمية في دورينا تشاهدها في برنامج أنت الحكم. أهلا بكم من جديد. بالتأكيد المباريات الست التي نقلت من خلال شاشة العراقية الرياضية ستكون على التوالي: المباراة الأولى بين الكهرباء الشرطة، المباراة الثانية بين الزوراء البحري، المباراة الثالثة بين الكرخ النفط، المباراة الرابعة بين نفط الجنوب النجف، المباراة الخامسة بين الجوية وأربيل، المباراة الأخيرة ستكون بين الميناء والطلبة. بالتأكيد طبعا احنا لدينا 6 مباريات وكثير من الحالات هي حتى المباريات، ولكن تم اختصارها من قبل إخوان المحللين للحالات الأهم واللي يعني تشكل بعض الأمور اللي يسأل عنها الإداري والمدرب والجمهور واللاعب. لذلك يعني مع ذلك احنا ستكون حالات كثيرة جدا في حلقة اليوم، لكن تم اختيار الأهم من خلال البرنامج. قبل أن أبدأ الحالة التحكيمية طبعا باسم أسرة برنامج أنت الحكم نقدم بالتهنئة إلى حكامنا الدوليين لاختيارهم ضمن حكام نخبة آسيا أو ضمن حكام نهائيات أمم آسيا، الحكام المميزين في دورينا الكابتن مهند قاسم والكابتن علي صباح والكابتن الدكتور مؤيد محمد علي. تمنياتنا بالتوفيق للطاقم التحكيمي العراقي في نهائيات أمم آسيا، وطبعا لأول مرة يتم اختيار حكمين ساحة، منذ 3 عقود لم يكن أي حكم ساحة تم اختياره لنهاية أمم آسيا السابقة. كباتن طبعا باسمكم أيضا نقدم التهنئة إلى حكامنا. بالطبع احنا يعني نبارك للكباتن مهند وعلي ومؤيد، يعني حكام ادوا مستوى رائع خلال المواسم السابقه، فبالنتيجه هذا استحقاق طبيعي للمستوى اللي يقدموه بالدوري. يعني وحتى على مستوى اسيا كانوا متميزين جدا، يعني لما نستطلع اراء كثير من الحكام اللي يزاملوهم بالمباراه يعني يشيدون قدرات الحكام اللي كانوا مؤيد مهند وعلي. كابتن عادل تهنئة. حقيقة يعني شيء مفرح يعني انه الصافرة العراقية الان متواجدة في النهائيات، وهذا كان يعني سابقا يعني محصورة على فقط على الحكام المساعدين، يعني كان يروح حكم مساعد، نعتقد حكم مساعد راح احتياط، فالان الصافرة العراقية يعني اثبتت وجوده مع يعني الراية العراقية. ونتمنى ان يعني يعطون انطباع جيد على مدى البطولات القادمة، يعني هسه الان تصفيات كأس العالم راح تبدي في 90 وان شاء الله 22 ان شاء الله نلقي حكم في كأس العالم في قطر. بس كابتن فقط ردت يعني احاول ان اوضح انه حكامنا اللي راح يشاركون بهذه النهائيات يعني قد لديه 3 واجبات، اما حكم ساحة او حكم اضافي او حكم الفار. احنا نعرف انه الاخ علي صباح ومهند دخل دورة الحكام الاضافيين، فممكن راح يكون يطبق الحكام الاضافيين وهم دخلوا هاي الدورة واخذوا اكثر من مباراة في كحكم اضافي، واذا كان هذا الفار راح يدخل يعني حكم الفيديو انا اعتقد يكون يعني شيء جيد اضافة للحكم الاضافي. اذا مشاهدي الكرام على بركة الله نبدأ الحالات التحكيمية في حلقة اليوم.
المباراة الأولى بين الكهرباء الشرطة، المباراة التي جرت على ملعب التاجي وانتهت بفوز الشرطة بهدفين مقابل لا شيء. طاقم التحكيم الدولي يوسف سعيد، ساعده الدولي أكرم علي، أنور أديب حكم مساعد ثاني، محمد صادق الحكم الرابع، مقيم الحكام السيد سيروان سلمان، مش مباراة السيد صبحي كامل. أولى الحالات طبعا أثارت كثير من الجدل، تسجيل هدفين في كل شوط والكرة تخترق الشباك وتذهب إلى الأوت. خلينا نتابع الحالات اللي حدثت في المباراة، ودائما نسأل المحللين من الذي يتحمل المسؤولية، وهل يعني من الصعوبة أن تتوفر لدينا شباك بهذا؟ يعني الآن تلاحظ، أنا حتى انتبهت الحكم المساعد ما أشر جول بالبداية لأنه ما كانت واضحة. كابتن عادل يعني من يتحمل مسؤولية أنه فحص الشباك والمعدات اللي تهم ميدان اللعب؟ طبعا احنا يعني نعرف انه من المهمات الاساسيه قبل المباراه هو يعني فحص الملعب بكامل معداته. نعم. واول يعني الشيء اللي يجب ان يفحصه هو الشباك من قبل الحكام المساعدين. نعم. اذا كان هناك خلل في الشباك اذا يجب على الحكم المساعد يخبر حكم الساحه. نعم. لان احنا يعني هي الاحداث اللي تصير تلاحظ يعني وكانه الشبكه يعني اين كان الحكم المساعد من هذا؟ بعدين لازم يخبر الحكم الساحه. نعم. ممكن هناك تصير معالجات مساعدين كانوا أكرم علي وأنور يعني عديد. يعني هذا شيء واضح لل يعني مو جديد عليهم، فأنت نعم. كحكم مساعد شلون راح تفرزن بين خروج الكرة يعني ركلة مرمى أو هدف؟ نعم. راح تكون شيء من الصعوبة. وكان هذا الهدف اللي بالشوط الأول. نعم. راح تشوف كابتن علي هل هدف الشوط الثاني نفس الحالة تكررت؟ أنا بس بتسئلة كابتن علي. يعني احنا لو تلاحظ الآن مسألة الشباك، المشكلة بين الشوطين تم فحص الشباك حتى يتلافون ما حدث بالشوط الأول، ليش تكررت الحالة؟ أريد أكد على موضوع أنا ما أريد أحمل الحكام مسؤولية الشباك، لأن بالغالب كل ملاعبنا اللي قام عليهم مباراة الدوري الشباك تترك، يعني بعد انتهاء المباراة تترك ما ترفع، تعرف احنا تغير الجو الحرارة والبرودة. كابتن علي انا اتكلم عن قبل المباراة، قبل المباراة من يتحمل المسؤولية؟ قبل المباراة كل انا اعرف انه الشباك لازم انا متأكد يعني كل الحكام يقومون بفحص الشباك، لكن المشكلة الكبيرة وين؟ المشكلة تفحصها للشباك اي كرة قوية ممكن تخترق الهدف. نعم. فالعملية مو انه كانت الاهداف ممزقة الشباك، لكن الكرات هي اللي مزقت. يعني انا كابتن علي اضيف بعض الامور، خلال المباراة حدث الحالة بالشوط الاول اخترقت الشباك، المشكلة انه مع بداية الشوط الثاني ما نزلوا بالاستراحة قام يصلحون، شفنا احنا تيب وتنظيم للامور من قبل لين بالشوط الاول يلا بداوا يصلحون بالامور، ومع ذلك فاتت اكو حالة. لا يعني هاي شيء حتى يبعد عن الاشكالات تصير بالمباراة، يعني خاصة الاهداف اللي ممكن يقول لك الفريق الاخر يعترض، ولكن هذا شيء احنا يعني من احنا كنا حكام كنا نستخدم جميع الوسائل لربط هذا القطع. نعم. حتى نبعد الاشكالات، فانا اعتقد هم ما اخذوا دورهم. نعم. بس لازم ناكد على مشكله. نعم. حتى تكون عندنا شباك جيده. نعم. بعد انتهاء المباراه المفروض يعني ترفع هاي الشباك، هاي طيله الموسم راح تبقى هنا في هالمكان، فبالنتيجه تتعرض للتلف وممكن اي كره تخترقها. هسه احنا بشكل عام نحمل من المسؤوليه اول شيء لاداره الملعب بالطبع لانه ما محضره. نعم. ثانيا الحكام حكام يقومون دائما بالحماء، نقول لهم هو حماء هو تفتيش قبل بدايه الشوط الثاني. قبل بدايه الشوط الثاني عندنا هذا هو توجيهات من اداره الحكام السابقه والحاليه قبل حتى المشرف يتحمل المسؤوليه. طبعا انا عندي مداخله حقيقه. نعم. تعقيب يعني هذا الملعب هو مؤجر. نعم. بالنسبه يعني نادي الكهرباء. نعم. يدافع مبالغ لنادي التاجي. نعم. اذا اداره نادي التاجي يجب ان تعي هذه الحالات اللي ممكن بها، يعني تعالجها قبل ان تبدا المباراه. نعم. لان هو لا الملعب مؤجر دافع مبلغ يعني من المال المفروض العقل. يعني الكهرباء يعني ايضا يتحمل طبعا اداره التاجي هم. نعم. هم تلاحظ هذا. نعم. الحالات يعني صراحه هي حاله اداريه، نتمنى ان شاء الله المباريات القادمه انه تكون تاكيد على تواجد دائما ادوات الملعب بشكل مميز. الحالة الأولى أيضا في حال المباراة حالة إدارية تكلمنا، الدقيقة 7 مخالفة وإنذار للاعب وليد سالم. كابتن علي تلاحظ الآن يعني هذه المخالفة هل تستحق البطاقة الصفراء فعلا؟ طبعا تستحق البطاقة الصفراء وقرار. نعم. صحيح لحكم المباراة. نوع المخالفة كابتن؟ تهور طبعا. نعم. ركيل على قدم طبيعة التهور. نعم. نوع الركل. نعم. نوع. نعم. الركل طبيعة التهور، فبالنتيجة قرار صحيح للحكم، قرار سليم من الحكم. نعم. نعم. حالة أخرى مشاهدي الكرام، الدقيقة 23 عندنا دخول قوي من محترف الشرطة
دائما نبحث بالمخالفات، هل فعلا تستحق بطاقة صفراء؟ تلاحظ كابتن عادل، يعني شوف احنا طريقة الدخول يمكن يأكد عليها حتى الاتحاد الدولي بهذا الطريقة. تلاحظ طبعا هاي الزحلة يعني بس يعني اقول انه قبل هاي الحالة فسر صحيح، تلاحظ الزحلقة هذه طبعا هاي اللعب يعني يوصل مرحلة التهور. نعم، لماذا لا يوصل مرحلة التهور ام هي تهور؟ لا بالتهور يعني. نعم. هو تهور. نعم. لماذا يفسر؟ نعم. قبل هاي الحالة فسر تفسير صحيح. نعم. البطاقة الصفراء مال ولي سالم، لماذا هاي الحالة لا يعطيها؟ اذا توحيد القرارات في المخالفات مهم جدا، مهم جدا، يعني خصوصا هو قد يكون هذا شاف انه لانه دخل على الكرة، لكنه طريقة الدخول هي الزحلقة. التفسير ضروري. نعم. يجب ان يعرف الاهمال والتهور استخدام قوة مفرطة. نعم. حالة مهمة كابتن علي. نعم. الدقيقة 54 نعدنا الحكم المساعد او حكم الساحة، تلاحظ حكم المساعد، تلاحظ ما رفع راية الحكم المساعد، هنا رفعت الراية اول شو الساعة. نعم. طبعا القرار من حكم الساحة، لكن حكم المساعد تناغم مع. نعم. صافرة حكم الساحة وكانه يريد يقول قرارك صحيح. او كابتن علي اكو ارجاع؟ ماكو ارجاع، القرار خاطئ. خلينا نشوف رائد نعيد الحالة يعني والإعادة. خاطئ بالنسبة كبيرة. هذا مكان مهم ممكن. نعم. كان يكون يسجل منه هدف. نعم. ممكن يكون منه مشكلة كبيرة. بعد تلاحظ كم يعني الكرة هي من الحارس، لاعب نادي الكهرباء فقط تابع الكرة، لا لمسها لا لعبها، يعني ما عمل أي شيء بها. نعم. لكن يعني الحكم المساعد البعيد. نعم. يعني حركته وإشارته تناغم مع صافرة الحكم، وهذا اللي المفروض اللي ما يكون. طبعا الجدار، حتى اذا نتحدث عن الجدار، جدار ما بيت 4 امتار يعني شخصيا كل مباراه. نعم. يعني اكد على حالات الجدار، عندنا نسبه كبيره من الحكام ما يحتسبوها بشكل تام، لكن هي مباراه كره القدم. لين يعني اذا كابتن علي هذا القرار لا يحتاج الى ركله مباشره ولا كان هناك اي قرار خاطئ وتركيز. نعم. ضعيف جدا. نعم. وعلامه استفهام. نعم. على اداء الحكم دقيقه 54. نعم. تركيزه قليل. نعم. مشكله كبيره. نعم. اذا عندنا حاله اخرى الدقيقه 59، صراحه هذه يعني مو كثير من الحكام يعتمدها، وهي التاخير استئناف اللعب بالنسبه لحارس مرمى لاكثر من 6 ثواني كابتن عادل، عندنا بالقانون هذا اللي تمنح به. يعني شوف محمد حميد حارس مرمى منتخب وطني عليه ان يستفيد من هاي الحاله. يعني هسه حسبت يعني. نعم. من حاله التقاء الكره. ايه؟ نبات نحسب مثل حكام السله. نعم. سله 1001 1002. نعم. يعني وصل ل10 ثواني العشر. القرار صحيح يعني. حتى الوقت عندنا. ايه؟ كابتن فوق. اي يعني انا هسه حسبت ويا التقاط الحارس. نعم. للكره، اذا بالنسبه لحارس المنتخب اذا يجب ان يعي انه اكثر من 6 ثواني ان الحكم راح يعلنها. نعم. ولكن مثل ما اتفقنا. نعم كابتن. نعم شوف واضحه. شوف من حالة التقاط الكرة تقدر تحسب. إيه؟ 1001 1002 1003 4 5 6 7 8 9. لا تمادي كابتن، تمادي يعني بالتأخير يعني. تمادي بالتأخير. إيه؟ ولكن هل هذا يعني يعرفه من يعني حارس مرمى منتخب يعني العراق؟ احتمال ما يعرفه محمد. إيه؟ يعني ما اعرف انه ليش احنا نوبات نقول توجيهات الثقافة القانونية يعني يجب ان تكون هناك محاضرات للاعبين. طبعا طبعا هذا ضروري. نعم. عندنا الدقيقة 68 مخالفة وانذار لاعب الكهرباء، وصار اعتراض واستبعاد مدربين وهي تكررت الحالة. يعني نبهني على شغلة كابتن عادل وكابتن علي، يقولون صار استبعاد المدربين والمساعدين أكثر من اللاعبين الطرد. يعني هسه تلاحظ الآن أول شيء لو تلاحظ الحالة كابتن علي، يمكن مخالفة صحيحة. نعم. وال يعني ضرب اليد موجود. نعم. لكن على الحكم أن يكون أكثر حضورا. نعم. يعني شوف حضور الحكم الجيد ما يسبب اي مشاكل. اعتقد وكانه الرجل يمشي بهدوء كبير، اكو ثوره على المصطبه، لازم تكون عندك حركات يعني لغه الجسم مو فقط للتعاون مع كابتن علي. ركز لي انه قال محمد صبار ما شاف مساله الضرب. لما تنعاد هسه عندنا الاعاده يعني يعني استاذ رائد لو وقفنا لحظه الضرب باليد، لحظه الضرب. نعم. باليد يعني ما كان منتبه اصلا هو المدرب ولا يم الضرب. نعم. كان منتبه على اداء لاعبين يريد يخليهم بماكن صحيحه. نعم. هسه الان لو تلاحظ انه كابتن يوسف اعتراضات كبيره من مصبه نادي. نعم. الكهرباء هو ده يرفض. طبعا هو قرر يرفض يطلع كابتن خالد.
تلاحظ كابتن، شوف توقف الصورة، توقف الصورة، شوف لحظة الضرب خالد وين يباوع، وضع اليد على الوجه. نعم. اللي هي ضرب خالد ما منتبه، ما منتبه، وكان يوجه لاعبينه. نعم. عنده عملية توجيه، فبالنتيجة اعتراضه لأنه ما شاف الحالة. بس أعتقد لما يشوف التلفزيون أعتقد يعني كابتن خالد مدرب. نعم. من المدربين الخلوقين جدا. نعم، ويتمتع بأخلاق عالية. نعم. صراحة ما أعتقد يعترض. شوية مضغوط مضغوط. أكو طبعا نتائج يعني قدم استقالته يعني فريق نادي الكهرباء تعرض إلى أخطاء كبيرة يعني من الحكام. نعم. غيرت نتائج مرات. نعم. نقول حكام يعني شخصيا في جلسات خاصة أوصل الحكام اهتموا بقراراتكم، لأن قراراتكم من وراها إقالة مدربين. يعني شو هالمدربين قالوا احنا قطع رزقنا يا معودين بعض الأمور، لكن يعني احنا دائما نتمنى تقل الاخطاء. ما نقول ماكو اخطاء، الاخطاء موجوده، دائما نتمنى تقل الاخطاء. لما تكون. نعم. تتكرر على فريق، تتكرر على فريق، هي إيه نعم تكررت عليه الاخطاء. نعم. فبالنتيجه نوصل زملائنا ان يهتمون بقراراتهم. نعم. كانت هذه اخر حاله في مباراه الكهرباء الشرطه، مباراه ثانيه في حلقه اليوم الزوراء البحري، يعني المباراه التي جرت على ملعب الشعب الدولي وانتهت بفوز الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد. طاقم التحكيم امامكم، الحكم الشاب اياد مزاحم، الكرار عباس مساعد اول، كرار اياد مساعد ثاني، محمد رياض الحكم الرابع، مقيم الحكام السيد محمود نور الدين، مشير المباراه السيد شهاب احمد. طبعا طاقم بالكامل اعتقد من الحكام الشباب، هذه ايضا تحسب للاخوان في لجنه الحكام. نعم. انه منح الفرصه لحكامنا. الحاله الاولى كابتن عادل. نعم. الدقيقه 10 نبحث عن مخالفه لاعب الزوراء، هذه اللي عادل. نعم. كابتن العب في اللقطه امامك. نحتسب الحكم الان رميه جانبيه، لا هو يعني ما احتسب المخالفه حقيقه. نعم. ولكن هناك دعس من اللاعب، احتسب رميه جانبيه قصدي. إيه. نعم. إيه يعني ما يعني المخالفه قريب يعني موجوده، المخالفه موجوده، مخالفه هنا يجب ان يعني اذا كان هنا. نعم. الدخول الدعس بتهور، اذا لازم يعطي البطاقه الصفراء للاعب الان. لا مخالفه ولا بطاقه صفراء. نعم. يعني احنا نتمنى. شوف دائما انا عندي ملاحظه كابتن عادل، احنا الحكام الشباب من نقول انه اكو حالات مهمه اخطا بها الحكم، لنحاول انه نقول هذا حكم شاب ويجب ان لا يستفاد هو من الحاله، يستفاد من بقيه الحكام، كذلك الكل يستفاد. استاذ تفسير القانون ما يعتمد على حكم خبره وحكم شاب. هو قانون واحد يطبق. نعم. على كل الحالات. نعم. الحاله الثانيه كابتن علي. نعم. دقيقه 28 احتساب مخالفه ضد فريق البحري قرب منطقه الجزاء. تلاحظ كابتن المخالفه هل فعلا يعني مستحقه؟ لاحظ. أنا أشوف يعني أكو منافسة يعني. نعم. وهاي المنافسة يعني موجودة، ما صار عملية عملية سحب أو يعني شو. لاحظ. لا لحظة 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 رائد كابتن. نعم. علي شلون ماكو سحب؟ هذا دا يجره ومن الكتف ودا يمنعه حتى من الدخول يعني. نعم. يعني شلون هذا مو تنافس كابتن؟ التنافس بس عيدها كابتن رائد حتى خلينا نعيد الحالة كابتن علي. لاحظ المسك أولا وتعطيل اللاعب. نعم. ومنعه من استمرار بالحركة والدخول. لا لاحظ السحب واضح، والإعادة راح توضح لنا. شوف الإيد، شوف الإيد. نعم. إلى الآن اليد اليسار كانت. نعم. يعني اليد اليسار واليمين اثنيناتن عاملات إعاقة للاعب نادي الزهراء اللاعب رقم. نعم. رقم 9 في النتيجة ركلة حرة مباشرة. هو القرار صحيح، قرار صحيح، مخالفة موجودة. الدقيقة 29 هنا شك بوجود لمسة يد في منطقة جزاء البحري. كابتن عادل. نعم. هنا دائما احنا نبحث على التعمد، وهذا يعني تسببت لنا هواية مشاكل هذه الحالة. شوف لا حقيقة يعني. نعم. شيء واضح من عدة حلقات يعني تكلمنا على القرب المسافة. نعم. وضعية اليد. نعم. تلاحظ قرب المسافة وضعية اليد يعني هالمسافة اللي بين اللاعبين. نعم. أنا أعتقد استمرار أو يعني القرار صحيح استمرار اللعب ولا توجد لمس باليد. لا توجد مخالفة. نعم. نعم. الحالة في رأيي مهمة جدا ومن الضروري أن يكون تفسير لهذه الحالة. الدقيقة 35 سقوط مهند عبد الرحيم داخل منطقة الجزاء. كابتن علي. نعم. هل هذا اعتراض للمنافس؟ لانه تلاحظ المدافع بالاعاده. نعم. تلاحظ المدافع راح ييترك الكره وين يروح؟ راح يعمل توقف. نعم. ويعمل يعني يعمل حركه بالورك لايقاف مهاجم. نعم. نادي الزهراء. فبالنتيجه تكون ما دام كان هنالك تلامس بالنتيجه راح يكون ركله جزاء ركله. نعم. حره مباشره. نعم. وبما انه الخطا داخل منطقه الجزاء تكون ركله جزاء. نعم. لو نروح للقطه العامه. نعم. خلي تمشي اللقطة العامة. نعم. لاعب نادي البحري عمل توقف. نعم. يعني خلى جسمه عائق
امام حركه لاعب مهند بيا طريقه عمل الورك مالته للخلف حتى يعمل التصادم ويوقف حركه مهند ركله جزاء. يعني تلاحظ يعني هذا يعني اللاعب حتى ترك الكره وراح على المنافس كابتن. مدام هذه الحاله مهمه انا يعني اعقب على هاي الحاله. نعم. هاي احدى الحالات اللي اجى بها التعديلات كره. نعم. القدم 16 17 2000. نعم. انه اخذوا هاي الحاله من ماده رقم 12 حالات الركلات الحره غير مباشره على اللاعب. نعم. الاعتراض اعتراض المنافس. نعم. شالوها من الماده الفقره الركلات الحره غير مباشره على اللاعبين جابوها. نعم. الحالات العشره. نعم. لان صارت الحالات الدعش. نعم. الاعتراض بتلامس. بتلامس. اذا هاي كان عندنا 10 اخطاء. نعم. الان اصبحت 11 خطا. هذا الخطا من ضمنهم صار الاعتراض بتلامس. زي. من حالات الركلات الحره. كابتن علي تحتاج بطاقه؟ لو افترضنا هناك مخالفة ركلة الجزاء. يعني ماكو الكرة. نعم. قريب الحارس المرمى يعني إمكانية حصول لاعب نازرة على الكرة إمكانية بعيدة جدا. بعيدة. لكن فقط اللاعب إهمال من اللاعب قام بهذه الحركة. نعم. ركلة الجزاء. يعني لو حتى لو افترضنا حارس المرمى بدل المدافع. نعم. هنا لو حارس المرمى قام بنفس الفعل. يعني تعتمد على موقع الكرة. نعم. ومدى حصول المهاجم على الكرة. نعم. نعم. حالة مهمة جدا. الحالة أخرى أيضا كابتن عادل عندنا هنا مخالفة وبطاقة صفراء كابتن ضد لاعب البحري لأنه لمس الكرة باليد. يعني هل فعلا تستحق البطاقة الصفراء؟ خلينا نشوف هالدقيقة 36. أوكي عادل الحالة طبعا أشهر البطاقة الصفراء الحكم. نعم نلاحظ أنه يعني منع اللاعب من استحواذ على الكرة ويبني هجمة واعدة فكان القرار يعني جيد بين الحكم الساحة والحكم المساعد. نعم. إذا القرار صحيح أنه يستحق بطاقة صفراء. رائد أريد ترجع لي من لحظة لعب الكرة هل كان هناك حالة تسلل قبل لا تلعب الكرة؟ أنه قد يكون اللاعب في موقف تسلل راح تثبت مخالفة تثبت لمسة يد. خلينا نشوف بالإعادة يعني خلينا نركز. تلاحظ هاي لحظة التمرير ما توضح لا هو اصلا اللاعب اللي يعني الدفاع اليسرى اجى من الموقع الدفاع من موقع الدفاع. القرار صحيح. اذا القرار يعني نفس بطاقه صفراء. بطاقه صفراء وركله حره مباشره. كابتن علي دقيقه 41 هنا عندنا شك باحتساب تسلل ضد مهند عبد الرحيم. يعني تعرف انت التسلل دائما تابعناه وشفنا الحاله راح نتابع عندنا مشاكل كثيره يعني وحكامنا يعني اخطاء كثيره يرتكبوها. نعم. فيما يخص حالات تسلل طبعا حاله صعبه لكن نعم. قرار خاطئ باحتساب هاي لحظة التمرير كابتن. هاي لحظة التمرير لاعب المدافع لاعب نادي البحري قدم اليسار هي كاسر حالة تسلل. وين المشكلة؟ سبب المشكلة موقف حكم المساعد لو كان مع ثاني آخر مدافع بالنتيجة ما يحتسب تسلل لكن موقف الخاطئ أدى أن يتخذ قرار خاطئ وحتى نظر على الكرة يعني على ليس على طبعا هي من الحالات القريبة الصعبة صعبة تصير على المساعد لكن احنا نوصي أن يكون مع أقرب لاعب لو نرجع لحالة اللمسة وين سيباوع المساعد؟ سيباوع على الكرة لحظة التمرير على الحدث بهذا المكان المفروض شيء يكون السمع مالته. نعم. يشغله ويباع على ثانية على المهاجمين وثاني آخر مدافع. نعم. حتى بالحالة حالة اللمس اللي ساعد تحدث عنها كان الحكم المساعد متقدم بشكل كبير متقدم هم مشكلتنا لا هي المشكله شنو شوف لا. هو هسه قرب اللاعبين يعني. لو بعد احنا ننصح الحكام المساعدين يبتعدون ولكن النظر يجب ان يركز على اخر ثاني منافس واللاعب في الموقع التسلل ممكن يصير احتكاك ممكن يضرب الحكم المساعد وهي صارت حالات فانا اعتقد هو قيادي هو الموقف يعني لا هو سم يقدر يعني يوقف وياخذ ثاني منافس ليش راح يصير قرب لاعب نادي الزمالك يرجع للخلف ممكن يرجع للخلف صحيح ممكن ولكن يعني هو يجب ان يكون تركيزه على الكره وعلى اخر ثاني منافس دائما ناكد احنا الحكام المساعدين على الموقف يا اخوان دربوا على هاي المساله خلي يصير تدريب على موقف الحكام المساعدين كابتن عادل دقيقه 41 53 عندنا مخالفه ضد لاعب الزوراء نبحث عن هل يعني تستحق بطاقه صفراء ونشوف التنفيذ بعدين كابتن هذا كابتن رفع القدم نعم واضح يعني المخالفه واضحه شوف ركل اللاعب يعني بتهور ولكن القرار الاداري يعني هو ما اعطى بطاقه ما اعطى بطاقة. لا لازم يستحق البطاقة والمسافه القانونيه هاي قمه المشاكل يعني اكثر حكام ما يستخدم حتى قمنا ما ناخذ الحالات ولا شفنا 10 يارد
معاودين مهمة جدا ترى المسافة القانونية مهمة، تحدد التسديد على المرمى، تحدد يعني حتى بإمكان تسجيل. استاذ رعد إن شاء الله يعني الكل يعرف أنه نبات المدربين يعني يستخدم اللي عنده لاعب مهاري في تنفيذ مثلا الركلات الحرة وأكثر اللاعبين يستحوذون على مخالفات قرب الجزاء، إذا لازم تعطي حق اللاعب المهاري باحتساب المسافة القانونية. متى ما تكون عندك مسافة قانونية صحيحة. كابتن علي آخر حالة في هذه المباراة الدقيقة 90 زائد 7 انذار ثاني لصفاء هادي والطرد. كابتن مستحق الطرد؟ لا الحالة اللي هاي ضر عندنا يعني ركل على اللاعب رقم 6 من نادي الزهراء وبالنتيجة يكون مساعدة من الحكم المساعد وقرار صحيح للقرار صحيح لحكم الساحة. اكو كان تيم ورك رائع بين حكم الحكم المساعد وحكم الساحة فقرارهم صحيح بهذه. إذا القرار صحيح. قرار صحيح و نعم. يعني أكو مساعد من حكم مساعد وتواجد لحكم الساحة وهذا ما نتمنى الجميع حكامنا مثل هيك حالات. ما أدري أكو عندنا حالة باقية أعتقد بالمباراة خلي نتابعها إذا موجودة خلي نشوف كابتن عادل إذا كانت هناك حالة. كابتن هذه الحالة تلاحظ يعني هذه كانت قبل الحالة اللي تكلمنا عنها هنا بطاقة صفراء. وطرد اللاعب طبعا يعني اللاعب الزهراء كان عنده بطاقه سابقه اذا هنا مسك اللاعب سلوك رياضي ومنع من يبني هجمه واعده فالبطاقه كانت حاضر البطاقه الثانيه اذا البطاقه الحمراء هي مستحقه قرار حكم كان قرار صحيح. يعني احنا دائما نشيد حكامنا الشباب رغم بعض الحالات قلنا الفائده للحكم اذا تكون بعض الملاحظات عندنا في بعض فقط بالنسبه ل بالنسبة للحكم اياد مزعم حقيقة من حكام الشباب يعني انا والاخ ابو سيف استاذ علي لاحظنا انه اعطاء الوقت البدل الضايع يعني اشارة خجولة يعني الشوط الاول الشوط الاول عادي لازم يعني هو ما طول صار اعلان عن الوقت الرابع اذا يعطيها بوضوح لان هو صار اشكال بالشوط الثاني انه المدرب البحري قال انه طار 4 دقائق والحكم ما شاف يعني اعتقد هاي رسالة يعني يكون اكثر دقة. نعم اخر العفو المباراة الثالثة في حلقة اليوم مباراة الكرخ النفط المباراة المهمة التي جرت على ملعب الكرخ وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 طاقم التحكيم امامنا من الدولي زيد ثامر ساعده الدولي امير داود ياسر شذر الحكم المساعد الثاني وياسر هاشم الحكم الرابع مقيم الحكام السيد رشيد حميد وشو مباراة السيد قيس محمد. 3 حالات متسلسلة لحالة تسلل خاطئة من جهة المساعد الثاني ياسر شذر. شوف الحالة الأولى كابتن علي نعم لاحظ محتاج لإعادة البطيء طبعا راح تجي بعد المباراة أخذنا يعني ممكن 5 حالات تسلل يعني تناوب الحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني. نعم هذه الحالة الأولى يعني ما تحتاج شرح ما تحتاج حديث كبير قرار خاطئ موقف الحكم المساعد غلط وموقف الحكم المساعد راح متقدم اكيد ما راح يشوف يعني خلي قاعده دائما عندما يكون موقف الحكم المساعد خاطئ تلقى القرار مالته يكون خاطئ فقرار خاطئ وخلاص خلينا يعني نشوف الحاله الاخرى رائد خلينا نتابع الحاله الثانيه خلي تمشي هاي لانه هو هنا يعني كانت متراكمه تقريبا 3 أخطاء وراح نتابعها ونشوف احنا دائما اكدنا على موقف الحكم المساعد نشوف الخطأ الثاني هذه الحالة الثانية نعم تلاحظ يعني أيضا الحكم المساعد رفع رايته تلاحظ وين يعني ما لا يعني تلاحظ وين هو الحكم المساعد وين رايح في وادي ثاني يعني خلي نرجع للحالة نحتاج اليوم اللي نتحدث عن ياسر هذا هو درس لكل حكام المساعدين نرجع للحالة ونرجع للقطة العامة رائد للقطة العامة خلينا نشوف اللقطة العامة لا باللقطة العامة هاي اللقطة لا دي بالإعادة اللي لاحظت بها التسلل نعم بالإعادة الكاميرا الجانبية خلي تطلع الجانبية الكاميرا الجانبية نعم خلي تطلع هسه راح تجينا الإعادة هسه راح تبين الإعادة نعم لاحظ هاي الإعادة مرة أخرى راح نشوف بعد الحكم وين المساعد شوف هسه شوف هسه المساعد ما هو اصلا ما خلي تحرك الامام خلي تمشي الامام خلي تمشي وين المساعد هنا الحكم المساعد وقف لحد هنا خلي تكون خلي نبوع الصوره وهي درس هنا الحكم المساعد مقدم 10 امتار ما معقوله يعني مو صحيح يعني مشكله كبيره يعني يا اخوان يا حكامنا يعني متى ما تريد قرار صحيح
كون مع ذلك يعني هذا الجزء ياسر راح وبعد ما رجع بالقبلة. خلينا نشوف حالة أخرى رأي. طلع لي حالة ثالثة. طلع لي الحالة الثالثة في هذا. كابتن عادل شوف الحالة الأخرى. بس هاي مو من جهة. هاي مو من جهة. لا لبس الكرة بيد مازن فياض. نرجع لها بس أنا رسالة للسيد علي عباس رئيس لجنة حكام بابل. ذاك ذيك الحلقة تكلمنا صار سنتين نحكي على الموقف. يعني على الأقل تجمعهم يا أبو حسين. جمعهم قلهم يا باكو ترى ملاحظة مهمة جدا جاي تصير بالبرنامج. هسه شفنا بعض لجان حكام حشوا ويا حكامهم وقدروا يوقفون مع آخر ثلاث لاعب مباراة الباقي. يعني ياسر شذر وين معقولة ما يعرف يوقف ويا آخر ثلاث لاعب؟ يعني هذه رسالة إلك يا أستاذ علي عباس ولكل حكام المساعدين. الحالة مهمة كابتن. لا نعم. رجع للتسلل. حط الحالة هاي ثالثة مو؟ نفس الحالة تسلل. هم تسلل. وكله من جهة الحكم ياسر. وهم ماكو تسلل، وهم الموقف خاطئ. لا طبعا يعني موقف خاطئ لأن كان عصام مغطي على ال يا اخوان احنا مو ضد الحكم ولا نريد نظر أخطاء الحكم، لكن هذني حالات مهمة يعني ضروري. يعني هسه فريق الكرخ ثلاث هجمات هاي يجوز قد تكون صافرتنا ورايتنا. نعم. يعني اكو ناس يعني ممكن نقيلهم من وراي. نعم. فبالنتيجة خلينا نكون دقيقين. نعم. يعني مو ترتفع متى ما نريد وتهبط متى ما نريد. نعم. من يكون عندنا قرار خلينا نتاكد بصحة. ما عندنا قدرة ان نكون بالفئة الاولى بالحكام نقول ما نقدر. نعم. نكون. نعم. مشكلة كبيرة. خلينا نشوف الان الدقيقة 23 كابتن علي. شوف لي مازن فياض الان هل فعلا لمست الكرة بايده؟ لانه هنا اعترض هو على القرار كابتن. نعم. علي تلاحظ. نعم يعني اكو لمس. اكو اعادة عندنا. لا واضح اللمس يعني. هنا المساعد ممتاز يعني كان. اعطى. هنا انطى يعني امير انطى المساعدة اللازمة. تلاحظ. اكو اقرب اكو اوضح. نعم. تلاحظ الان. رجع لي شوية رائد. هنا مازن اصلا ضرب الكرة بالايد. هو عمل ايديه. نعم. يعني حائط الصد. نعم. لقطع الكرة حتى تكون الكرة للأمام. فبالنتيجة أكو تعمد للعب الكرة باليد. نعم. فقرار صحيح. نشيد على الحكم أمير. نعم. لأن ساعد الحكم أعتقد. بس المشكلة كابتن علي الاعتراض. اعتراض المساعد مدرب اعتراض اللاعب وهي واضحة جدا يعني هذا ما تحتاج احنا البعض حتى نعتراض. البعض يفهم الصحيح. يعني احنا رسالتنا للسيد محمد مساعد مدرب النفط تكررت أكثر من مباراة اعتراضاتك في المباريات والتحرك بهذه الطريقه باتجاه يعني يجب ان تستبعد. نرجع للقانون يستبعد محمد جاسم في الحاله. انطلق بهالسرعه هاي واتجاه المساعد والمباراه كلها طبعا مسجله عندنا وشفنا كل الاعتراضات. ما. نرجع للتسللات نشوف الدقيقه 75 كابتن علي نشوف التسلل الجديد. نعم. طبعا يعني تركنا ياسر. نعم. حروح الامير. الامير طبعا قرار خاطئ وماكو اي تسلل واعتقد لو كانت الكاميرا يعني ممكن توضح موقف امير ممكن توضح لنا بانه. نعم. قرار يعني موقفه ما يكون ايضا الموقف يعني بس ما وضحت لنا الكاميرا لكن احنا متاكدين لان قرار خاطئ لان. نعم. حاله سهله جدا. نعم يعني واضحه حاله سهله جدا. نعم. على حكم. نعم. كابتن عادل عندنا الدقيقة 80 لمسة يد ضد لاعب الكرخ في منطقة جزاء الكرخ. اكو لمسة يد كابتن. نعم. علي شوف لي هاي الحالة. نعم تلاحظ. نعم. نعم. لمسة يد. نعم. يعني واضحة جدا انا ابحث على التعمد كابتن. التعمد موجود. نعم. التعمد موجود. نعم. كرة ما بيها سرعة كرة بطيئة بها مسافة يعني كان من الممكن ان يتحاشى لمس الكرة لكن عملية لمس هاي الحركة مالت اليد. نعم. عملية لمس داخل منطقة الجزاء بالنتيجة اكو ركلة جزاء يعني الاعتبارات تقول انه كان المسافة ممكن مسافة والكرة بطيئة ما بي. نعم. الكرة ما بيها سرعة لو نرجع طريقة التسجيل كانت كرة يعني ساقطة مو كرة شوت سريع يعني بالامكان ان يتفادى عملية الملامسة بس هو مو سحب ايده للخلف يعني شوف ايده سحب بالعكس هو عمل يعني. نعم. عمل نزول لإيقاف الآن في رأيك ركلة حرة مباشرة ركلة جزاء وركلة يعني جزاء. غير محتسبة. نعم. في المباراة كابتن عادل ركلة جزاء طبعا. نعم اكو تعمد بالحالة تعمد مثل ما قال. نعم. الأستاذ علي انه المسافة كان يقدر يتفادى. نعم. والإيد كانت غير طبيعية حتى هو أسكن يعني مو ذيك السرعة القوية كرة بطيئة جدا كرة بطيئة كانت. كابتن عادل عندنا هنا ايضا شك بوجود حاله تسلل راح نتابعها عندنا الدقيقه 88
خلينا نتابعها. نعم الحكم احتسب حالة التسلل هنا أمير، لكنه هل فعلا حالة التسلل؟ لاحظ يعني المدافع الوسط يعني كان مغطي يعني نعم. على الكاسر التسلل نعم. القرار يعني هم مستعجل من الحكم الراية نعم. أمير الدقيقة 89 هنا عندنا مخالفة وإنذار فرحان شكور، هل فعلا يستحق البطاقة الصفراء كابتن علي؟ نعم عادل أفضل نعم. تابع لي هذا لاعب شنو الدخول متهور، شوف القدم يعني اليمنى مال اللاعب صار يعني ركل على لاعب الكرخ لا. فالقرار صحيح ركله حر مباشره وانذار اللاعب، يعني المخالفه موجوده، المخالفه موجوده نعم والبطاقه مستحقه مستحقه نعم. اهم حاله في يعني المباراه اللي اثارت الجدل كابتن علي الدقيقه 90 زائد 5 من اهم الحالات اللي اثارت نعم. حديث كبير وشارع الرياضي نعم. سواء من فريق نادي الكرخ نعم. او من كل المتابعين لمس باليد في وقت يعني وقت بدل ضاع نعم. يعني الوقت مشكلة، لكن احنا نبحث عن هل انه قرار صحيح او مو صحيح نعم. الحكم هو الميقاتي الوحيد بالمباراة، فبالنتيجة موضوع الوقت يغادرنا نعم. لو ترجع الكاميرا نعم. لحظة لمس الكرة، هل انه الوضع لتشريح اليد يعني وضع اليد طبيعي او مو طبيعي يعني من فردة من الجسم؟ لا اكو كاميرا عندنا الاخرى رائد نعم. هنا رائد اوقف لحظه ارجع لي رائد شويه الى ان توصل لليد نعم. هاي لحظه التسديد لحظه نعم. وضع اليد طبيعي جدا نعم، فبالنتيجه استمرار اللعب هو القرار الصحيح. يعني ما كرك للجزاء في الحاله هل الكاميرا تقول لنا نعم. ما كرك للجزاء نعم. فبالنتيجه لربما البعض يعني اشكله على انه خلي الكره اها لحظة لاحظ هذه أقرب، شوف بالكتف هي كابتن نعم أسا حتى لو أفترض باليد مو بالكتف أنا أروح وياك، هي طبعا في أعلى اليد اللي هو قريب على الكتف نعم. راد يعمل جسمه قطع لمسار الكرة الصدمة في رأيك ما موجود ركلة جزاء في الحالة؟ ما ركلة جزاء يعني كابتن مشكلة الكبيرة تتوقع أنه ضغط الحكم بالحالة القبلها اللي حطت واي ما نتمنى ان خلي توقف الصوره يعني شوف الحكم ده يباوع بكل حريه تركيز عالي الحكم تركيز ده. عالي يعني هاي من الحالات اللي تكون سهله عنده نعم. يعني زيد قرار غير موفق نعم. يعني في توقيت ماكو امكانيه ان يعود الفريق حتى يحسن نفسه وياخذ لا تغيير نتيجه المباراه كابتن طبعا تغيير نتيجه نعم. المباراه اليوم اخطاء كبيره بهذه المباراه نعم. اخطاء الحكام الثلاثة أخطاءهم كبيرة من يعني من متى تحتسب ركلة الجزاء وتحتسب ركلة الجزاء يعني أعتقد هذا فد يعني يؤثر على نادي الكرخ ونادي النفط من أكثر المباريات اللي شهدت أخطاء لكافة طاقم التحكيم نعم. سواء حكام مساعدين أو حكام ساحق نعم. كابتن عادل أنا بس عندي يعني ملاحظة رسالة يعني أعطيها لكل الأخوة المدربين نعم. ليصير هناك تبديل في الوقت بدل الضايع نعم. يعني يا الحالة اللي صارت بالإضافة التبديل اللي حدث في الدقيقة 93 نعم. فيجب أن يعرف أخو المدربين أنه أي تبديل في الوقت بدل الضايع هو راح يضاف نبات نعم. يستخدمون أسلوب نعم. سقوط الحارس وتأخير اللعب لا أنا هم تابعت المباراة كابتن عادل أنه كان في الوقت الوقت صحيح لأنه صحيح. صار توقف مين. صار لهم قالوا 96 نعم. المباراة الرابعة في حلقة اليوم مباراة نفط الجنوب النجف، المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء وانتهت فوز نفط الجنوب 3 أهداف مقابل لا شيء. حكام المباراة أمامكم الحكم تحسين علي، ساعده عدي شلوب، كامل شيال أيضا مساعد ثاني، رياض صباح حكم رابع، قيم الحكام السيد سمير شبيب، مشروبات السيد شاسب نعيم. الحالة الأولى الدقيقة 26 كابتن عادل نعم. كابتن عادل ملاحظة عندي رياض صباح يعني من الحكام القديم طبعا هو يعني تقريبا احنا كنا احنا بلجنة الحكام يعني نعم. هو موجود يعني الحكام بس اللي مختفي ايه مختفي ما نعرف انه رجع وعاد اختباراته ونجح نعم. ولكن نعم. يعني هو قديم الحكم نعم. لاحظ الحالة كابتن عادل دقيقة 26 تسلل على فريق النجف، وين التسلل؟ نعم يعني من جهة كامل لا واضح يعني انه اللاعب الازرق هو مغطي على اللاعب الابيض نعم. اذا قرار خاطئ من الحكم المساعد ولا تجي ما عندنا لقطة عامة نشوف موقف المساعد رائد خليه تمشي يا نعم. ريت اذا اكو لقطة نشوف المساعد بها حتى نشوف هل استفادينا من الوقوف مع اخر ثاني لاعب وهاي الاخطاء متكررة لاحظ بعد نعم. خليه تمشي قليلا خليه تمشي لا اعتقد موقفه يمكن موقف تقريبا موقف جيد موقف جيد ماكو تسلل بهاي الحالة لا يوجد تسلل بهاي الحالة
الدقيقة 45 زائد واحد هنا قرار المهم احتساب ركلة جزاء كابتن علي. طبعا هي ركلة جزاء لنفط الجنوب، خلينا نتابعها ونشوف المخالفة وهل فعلا يعني كانت هناك ركلة جزاء. طبعا موقف الحكم موقف ممتاز يعني، وقراره قرار صائب، وبالنتيجة ركلة الجزاء هي القرار الصحيح، ركل على قدم لاعب نادي نفط الجنوب من لاعب نادي النجف، ركلة الجزاء صحيح حاضرة. وأفضل ما بالقرار موقف الحكم تحسين كان جدا مميز يعني. تابعت التحسين نعم، تحسين يحتاج إلى أنه يكون أكثر حركة، لكن أعتقد يمتلك خبرة ساعدته في أكثر من حالات قريب كل القرارات أعتقد كان قريب عليه، لكن تحسين يحتاج أن يطور من نفسه. قرار صحيح نعم، هو تعرف أنت يعني سنة تقريبا كان طبعا ابتداء الابتعاد عن تأكيد عن الإصابة يعني عن الحكام، لكن ده يقدم مباراة ليكون قراراته صحيحة وتقديم المباراة بشكل جيد ينسي بأنه يحتاج تطور. لا يحتاج، هو احنا تكلمنا قلنا حكامنا يجب ندعمهم احنا ندعمهم، ولكن يجب ان يستفادون من الملاحظات. عندنا كثير من الحكام وهو واحد من الحكام اللي ممكن ان يكونون نعم تحسين حكم مميز ان شاء الله. كابتن عادل دقيقة 46 هناك ركلة جزاء لفريق النجف، او نبحث عن مخالفة لانه راح تلاحظ انت من خلال اللقطة اكو مخالفة فعلا. نشوف الاعادة حتى نعم هاي الاعادة نلاحظ يعني شوف اي احتكاك لا يوجد، ولكن يعني انا برايي ان الحكم يجب ان كان يرصد هاي الحالة او يعطي بطاقة صفراء، لان هنا عمل تحايل سمليش في المنطقة اللي يبغي اللاعب القصور يعني على يعني مخالفة غير مستحقة، فيجب ان تكون العقوبة الإدارية يعني متواجد. ما احتسب شيء الحكم يعني ما احتسب، بس لازم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة من ذلك اللاعب، نوبات اللاعبين يبغون على يطالبون بركلة جزاء اي غير حقيقية. اذا يكون حتى يكون واضح او حاضر انه يجب ان يشر البطاقة الصفراء. الدقيقة 84 هناك دفع باليد، هل كانت مخالفة كابتن علي؟ طبعا موجودة مخالفة الضرب باليد، اليد اليسار للاعب نادي النجف على لاعب نادي نفط الجنوب. انا قلت يعني تحسين كان دائما قريب، بهالحالة كان قريب، لاحظ ماكو اي شخص يمنع خط الرؤيه بيناتهم، يد يسار لاعب نادي النجف. هذا القرار هذا ما كان به مخالفه القرار اصلا استمر اللعب، لكن المشكله الاكبر اكو كارت طائل هذا هنا لاعب نادي نفط الجنوب، اللاعب اللي تعرض للضرب بوجهه هو اللي اخذ الكارت. تحسين حكم ممكن نستفاد منه، لكن تحسين يحتاج الى تطوير. التحايل اللي ما انطاه ممكن يسبب له مشاكل. هاي الضرب باليد على وجه لاعب نادي نفط الجنوب ادى لانه لاعب نادي نفط الجنوب يعترض، بالنتيجه الاعتراض شو وصل الى كارت الى لاعب لو منطي حق اللاعب نفط الجنوب ما كان يعترض. نعم ما يكون واضح كابتن. اخر حاله في المباراه طبعا ما نقول غريبه، بس هي اللي اجانا رقم جديد رقم 6 اللي تلاحظوه امامكم. لا هو يعني 6-1 يعني ما اعرف ما شنو هذا احنا يعني لا تعليق اجى الباص ايه. انا اقول اكو مشكله عندك بالرقم نزل لا تعليق هاي تعطى الى يعني مسؤول لجنة الحكام في المحافظة وكذلك لجنة الحكام مكتبية. استاذ رعد عندما تكون بعيد عن المباراة وبعيد عن اجواء المباراة الرسمية، مباراة منقولة ممكن ان تحدث اخطاء. اسوي يعني الحكم رابع لو راح نقول له 10 مرات نقعد بينات نكتب 6 يكتبها كلها صح. لكن مرات الحكم علينا ان ندرجه. كابتن هي هاي يحتاج ساعة يمك الكترونية اشوف الستة وجهم ومرات الثلاثة. هاي مو الكترونية، هاي حال الساعة الكترونية بها ارقام انقله مساعدة بدل نسوي ستة بالعكس. انت تتحدث عن جانب مساعدة. نعم البعض اذا هو مبتعد عن الجانب المباراة يعني اسمع حديثكم تقولون انه من كانت لجنتكم حضرتك من كنت عضو لجنة. نعم حكم قديم المفروض هاي الشغلة يعرفها شنو قيمتها، هي رقم ستة بالمقلوب بعدين المنقولة المباراة هنا المخجل بها الشغلة. خلي عمي هم سووا دورة لحكامكم، سووا دورة للحكام رجال المحافظات وحتى في بغداد علموهم على الارقام الستة وين والثمانية وين والتسعة بالمقلوب لو بالعكس. بس مشكلة احنا نرجع دائما حتى بالارقام ما نعرف. مباراة الخامسة في حلقة اليوم الجوية اربيل، المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، وانت فوز القوة الجوية بثلاث اهداف مقابل لا شيء، قادها طاقم تحكيم دولي من الدولي علي صباح، ساعده الدولي حيدر عبد الحسن، الدولي ان شاء الله احمد صباح.
الحكم الرابع أحمد كاظم، مقيم الحكام السيد محمد عرب، دكتور محمد عرب، شبرات سيد جليل صغير. أولى الحالات أبو سيف، نعم، دقيقة 10 حارس مرمى الجوية محمد قاصد يحمل الكرة من الخط. نعم. يعني هاي فقط نريد نوضح للجمهور. نعم. يعني هي حالة طبيعية، يعني الكرة خرجت خارج، يعني خارج منطقة، يعني دفعها بقدمه. نعم. التقطها وهي على خط الجزاء. إذا نعم. خط الجزاء يعتبر من ضمن الخطوط اللي تابعة لمنطقة الجزاء. نعم. فاستمرار اللعب ولا يعني ملاحظة مهمة من كابتن علي رصدها حتى يوصل المعلومة، يعني أنه خط الجزاء من ضمن البعض اعترض، يعني نعم. لأنه حمل الكرة على الخط ممكن يكون ركلة حرة مباشرة، على اعتبار لاحظ يعني جسم الله حارس المرمى بالخارج والكرة على الخط، يعتقد بأنه ما يجوز يحمل الكرة، لكن هي قام بالقانون الخطوط ضمن مناطقها، هو خط منطقة الجزاء، فبالنتيجة هو داخل منطقة الجزاء. نعم. إذن واضح الحالة. الدقيقة 20 هنا عندنا مخالفة. كابتن علي نبحث عن التهور والإهمال. نعم. في هذه الحالة تلاحظ الآن أمامكم راح نشوف المخالفة موجودة، ودائما هل كان هناك تهور او اهمال بالحاله، المخالفه موجوده هي. تلاحظ المشكله الكبيره تهور واهمال، ها؟ لا تهور ولا اهمال. نعم. واستمرار اللعب كان قرار يعني الحكم علي، لا تهور ولا اهمال، استمرار اللعب، يعني ماكو اي مخالفه. نعم. مخالفه التهور واضحه. انا اقصد لا تهور، انت تقول لي لا تهور، يعني ماكو مخالفه، يعني لا عفوا هنا لا انت تهور ولا انطى اهمال. نعم. انطى استمرار اللعب، لكن هو تهور كبير. اللاعب علي بهجت غادر المباراه بسبب يعني اصيب اللاعب، كان هناك اصابه من خلال بسبب هذه المخالفه، عمليه الركيل. نعم. على قدم اللاعب علي بهجت غادر. نعم. المباراه، ما قدر يكمل المباراه تحت، يعني هو على اقل تقدير يكون اكو اهمال. زين كابتن علي، اريد هاي الحاله اللي بعدها يعني ايضا وضح لي، خلينا نشوفها رائد. الدقيقه 32 كابتن، هذه حاله يعني مرتبطه قدك، اكو مخالفه ضد حمادي دقيقه 22، يعني لا وين المخالفه كابتن علي؟ ماكو اي مخالفه، قرار. نعم. مستعجل من حكمنا الحكم الدولي علي صباح. نعم. بالنتيجه القرارات شو الاعتراضات؟ قرارات المشكله موجودين اخواننا المدربين، الله يخليكم، يعني مدربين منتخبات وطنيه، لاعبين دوليين سابقين، يعني هسه هي تحتاج هذه الازمه. سارعد لاحظ اللاعب وين مندفع؟ نعم. مندفع انه يروح للمرمى يسجل. نعم. حتى سوى توقف، يعني حمادي سوى توقف حتى لا يصير اي تصادم، بريك. نعم. ما عمل اي مشكله، ماكو دفع باليد، ماكو اي دفع، يعني حاله طبيعيه جدا، وكان المفروض يسمح باستمرار اللعب، وحكم مثل السيد علي صباح المفروض ما تفوت عليه هيك حالات ويسمح باستمرار اللعب. اذا القرار خاطئ، قرار خاطئ، ماكو مخالف. كابتن عادل. نعم. الدقيقه 66 يعني قرار مهم جدا. نعم. هو طبعا ايضا صار اعتراض على هذا القرار، طرد لاعب. خلينا نلاحظ يعني نبحث عن الفرصه إيه؟ المحققه وقرار في كل الاحوال احنا يعني نشوف موقع اللاعبين. نعم. المدافعين اللمس متعمد، لمس الكره بتعمد واضح. نعم. منع لمس الكره بتعمد ومنع اللاعب من ان عنده فرصه تسجيل هدف. هذه كابتن توقف الصوره، رائد وقف للصوره. هنا حمادي كابتن عادل اذا تخلص، اذا بدون ما تلمس يعني الكره، يعني يروح شوف هذا اللاعب بالوسط. نعم. احنا نوبات يجب على الحكام يدرسون امكانيه اللاعب. رجع لي رائد، ارجع لي استاذ رائد. نعم. الحكم الساحه يجب ان يدرس كل امكانيات لاعبين الانديه. نعم. خاصه المهاريه، اللاعب اللي يلعب خطر، اللاعب اللي يلعب يستحرص كرة بشجاعة أو بقدرة كاملة. اعطيني القرار كابتن عادل. القرار. نعم. قرار حكم صحيح. نعم. هنا اللاعب لو ما ماسك كرة راح يكون عند اللاعب حمادي لاعب مهاري، لاعب فرصة سريع، محققة راح يكون فرصة عنده فرصة. لا كابتن عادل أثير هناك يعني بعض الأسئلة أنه الكرة بالهواء، الكرة ما مسيطر عليها اللاعب، لمس الكرة، احنا نريد لمس الكرة، نريد نوصل فكرة ونقنع المشاهد. احد الحالات وخصوصا اداريين ارضي استاذ رعد اعترضه اعرف. نعم. يعني شفته احد. نعم. الحالات الموجودة في مادة رقم 12. نعم. حالات الطرد السبعة. نعم. اذا لاعب قام بلمس الكرة بتعمد ومنع من هجبة فرصة تسجيل هدف. نعم. هنا يجب ان يطرد اللاعب حتى لو كان الان طرد صحيح، طرد صحيح وقرار الحكم صحيح. نعم. اخر حالة في هذه المباراة هنا انظر امجد راضي ليش؟ صح الاحتفال، المبالغه بالاحتفال. نعم. لكن يذهب الى جمهوره والى طفله الصغير، اعتقد يعني كابتن علي رايك يعني مفرده. نعم. صحيحه يعني قلتها حتى تكون. نعم. المبالغه بالاحتفال. نعم. لاحظ
يعني عملية واضحة. قد يكون واحد من أولاده موجود أو من أبناء أصدقاء. عملية الاحتفال ما تسلق أيضا، ما تسلق، ما بها أي إثارة. طفل صغير لربما بيناتهم فد وعد بينه من يسجل على اعتبار يعني أمجد صار أكثر مباراة بعيد عن عملية التسجيل ما يلعب كأس. كابتن علي مستحق البطاقة أم لا؟ بطاقة مستعجلة، غير مستحقة، غير مستحقة. لما نقول حكم بوزن الحكم علي صباح عليه أن يبتعد مثل هيك حالات، حالة واضحة جدا. يعني ما تستحق أي كارت. يعني هو اعتبرها علي سلو غير رياضي على أساس مبالغة بالاحتفال. يعني بالتعديلات يجي نص روح اللعبة وليس روح القانون. روح اللعبة كثير من جماعتنا يتكلمون عن روح القانون، لا يوجد هي روح اللعبة. روح اللعبة أنا مثل ما قال أخ علي أنه راح يحتفل أو عنده فد يمكن أمنية يحققها. خلي نقول على روح اللعبة أنه يستمر اللعبة. الحدث مو كله يعني تحت أنظار الحكم. نعم، يعني إذا الحدث كله تحت أنظار الحكم وتتخذ قرار حالة طبيعية، يعني حالة طبيعية المفروض فقط. نعم احنا يعود يعني الإخوان أبدوا ملاحظاتهم، احنا أيضا يعني ملاحظاتنا هي للاستفادة من كثير من الحالات. المباراة الأخيرة في حلقة يوم الميناء الطلبة، المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. قادها الدولي الدكتور واثق محمد، ساعده الدولي جليل صيفي، سلام محسن حكم الساعة الثانية، مرتضى مؤيد حكم رابع، مقيم الحكام السيد نجم عبود، مشوف مباراة السيد سامي ناجي. أولى الحالات كابتن عادل دقيقة 8 مخالفة ضد الميناء. مخالفة طبيعية أم يعني تدخل ضمن التهور أو الإهمال، وهل فعلا تستحق البطاقة؟ يعني دائما احنا يجب أن نوحد القرار. تلاحظ هذه، يعني هذه رفع القدم، دكتور واثق قريب الحالة. الدعس واضح، دعس على القدم، دعس على القدم. يعني مخالفة تحتاج بطاقة صفراء وبتهور دخول اللاعب. طبعا احنا دائما نتكلم هاي الأبزاز يعني براغي يعني ممكن تسبب يعني إصابة إذا للمنافس، وتعرف المشط مع القدم يعني تعرض إلى كسر أو إلى كذا. هذا الدعس هو ممنوع يعني. الحالة كابتن، الحالة ركلة حرة مباشرة، القرار الفني صحيح بس تحتاج إلى بطاقة صفراء. إلى بطاقة صفراء. كابتن علي دقيقة 16، اثنان شك باحتساب مخالفة لفريق الطلبة، هل فعلا اكو مخالفة كابتن؟ نعم، قرب خط طبعا المنطقة قريب وممكن هاي الكرة تسبب مشكلة، ممكن تكون هدف. لاحظ لاعبين نادي الميناء يعترضون ما موجود أي مخالفة. لاحظ لاعب نادي الطلبة يعمل سيموليشن بدون أي مشكلة. طبعا اكو لاعبين متفننين بعملية السقوط، بعملية السقوط. هذا القرار نفس القرار اللي تحدثنا عليه كابتن. احنا السؤال هذا القرار الان ماكو مخالفة، ماكو مخالفة لانه تحايل. يعني هذا ترى منطقة الجزاء، ركلة الجزاء. نعم يعني او يعني انا اتحدث عن الحكم وقراره الخاطئ. مثل هيك قرار يسبب مشاكل كبيره. على الحكم ان يوقف اللعب وينزل لاعب نادي الطلبه للتحايل. لاحظ ماكو اي حركه. شوف عمليه الاعتراض من لاعبين نادي الميناء، لان لعلمهم المسبق بينه ماكو اي عمليه تلامس بين لاعب ماكو كابتن يعني تحايل خطا ماكو. بس اكو ملاحظه، احنا تكلمنا بالحلقه الماضيه كان ماكو سبري، هسه اليوم بده يستخدمه دكتور واثق. بس لها عنده خاصه مالته يعني ضامه. نتمنى انه كل حكامنا مهم جدا يحدد المسافه القانونيه. شفنا والمهم جدا سعاده حتى يعني ناكد على هالحاله. هاي حاله قريبه على منطقه الجزاء. يعني تعرف هاي لو تفوت داخل الجول شو هسه قلنا ركله جزاء يعني من ركله حره غير مباشره انذار اللاعب ممكن يصير هدف، يصير هدف قرار خاطئ. كابتن عادل الدقيقه 58 مخالفه بطاقه صفراء ضد لاعب الميناء لمس الكره باليد، هل فعلا من ضمن الحالات اللي نال مساعد؟ طبعا هم اشار الى هذه هاي كابتن يعني هنا. لا هو شوف تعمد، تعمد يعني هو انه هو لو اللاعب لو يعني مو الايد ممكن عنده فرصه اذا يعني القرار صحيح. نعم فرصه واعده والبطاقه صفراء، بطاقه يعني حاضره، قرار الحكم كان صحيح. يعني العقوبه الفنيه والاداريه كانت متواجده. نعم كابتن علي الدقيقة 70، دقيقة 70 قرار مهم إلغاء هدف للميناء. نعم للتسلل. هل فعلا لحظة لعب الكرة؟ نعم نشوف أدنى صورة يمكن. نعم لحظة لعب الكرة اللاعب اللي سجل هو بموقف موقف تسلل، عملية إنقاذ من حارس
مرمى نادي الطالب في النتيجة قرار الحكم المساعد احتساب حالة تسلل القرار صحيح. قرار صحيح القرار نعم. واضح وموقف قرار. الحكم يعني الإنقاذ وين يكون يكون نعم. عندما يكون حارس المرمى داخل بين العمودين بين العمودين نعم. وهو فعلا ما كان موجود نعم. هذا المكان. كابتن عادل نعم. آخر حالة في مباراة اليوم دقة 73 احتساب مخالفة ضد الطلبة، أيضا نبحث عن القرار الإداري أنه مخالفة موجودة، أعتقد شفتها أنت يمكن تحتاج بطاقة صفراء كانت. نعم. نعم. طبعا كانت هذه آخر حالة في مباراة الميناء، الطلبة صراحة 6 مباريات قدرنا أن نوصل إلى كثير من الحالات، وكانت مباراة الكرخ والنفط واحدة من أكثر المباريات يعني حتى في من خلال البرنامج. بكثرة الأخطاء اللي موجودة من حالات التسلل والمخالفات الأخرى. في ختام حلقة اليوم شكري وتقديري إلى زملائي الأساتذة كابتن عادل وكابتن علي، شاكرين حضوركم. شكرا لكم. وسهلا بكم، نورتونا صراحة، ويعني استفادينا كثيرا من الحالات. الشكر موصول أيضا للإخوان بالإعداد والإخراج، الأخوة المصورين والأخوة بالاستوديو، ولكم مشاهدي الكرام التحية والتقدير، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.